يدخل لها الاجتماع هي غير مسؤولة ومفهومة. وتقبلنا اعتذار السيد الغاليين واعترف لنا. حنا في دورنا اعترضنا بالكامل على هذا السلوك اللي هو سلوك اللي حتى ابراهيم يتفاجئ بنفسه بهذا السلوك، لان ابراهيم معروف على حبه لنا الدراجة الرياضية، معروف على انه يشتغل في الصمت. مشكور على كل الجهودات التي تقوم بها من الدراجات الماضية، لكن هي كانت خطأ، بعض الخطأ هو الوالد، حتى هذيك العقوبة اللي صدرت الحكومية عقوبة خاصة داخل المسجد الأعمى، اللي كانت مسؤولة على الموضوع، ولكن غادي نتابعو بالسيد إبراهيمي إذا عرفت الخطأ، إن شاء الله غادي يكون استناد، وهناك كذلك بعد استناد شيء أخرى. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.